كلها، كان في اسماعيلاوي بيكلموني، كل زملكاويه بيكلموني، كلهم سعداء وعندهم فخر باللي حصل امبارح من النادي الاهلي. احنا دايما النادي الاهلي بيرفع اسمنا بشكل كبير في اي حته في العالم، وجوده في كاس العالم للانديه 5 مرات ان شاء الله السادسه يا رب تبقى اللي جايه دي، اعتقد ده اسم مصر بيتردد في المكان اللي بيكون فيه. انديه ممكن ما تكونش يعني تبقى عارفه حاجه عن مصر، لا بيعرفوا حاجات عن مصر من خلال الرياضه ومن خلال النادي الاهلي. لكن احنا زي ما بقول لكم، احنا امبارح كان عندنا شعار لا رحمه في المباراه، عشان كده في كل جون، على فكره مش من عادتنا كمصريين يعني ان احنا جون بنهدى، لا النادي الاهلي امبارح جون زود الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، كان فعلا لا رحمه. ولكن طبعا زي ما بقول لكم احنا بنكسر دايما ارقام قياسيه في هذه البطوله. زي ما بقول لكم يمكن مازيمبي الكونغولي هو كان اكثر الانديه فوزا بنتيجه في الدور قبل النهائي، كان فاز على الهلال السوداني 5-2 سنه 2009. الوداد المغربي كان فاز على الزمالك ايضا 5-2 في الدور قبل النهائي في هذه البطوله في العام الماضي، ولكن طبعا الزمالك كسب 4-0 لو نتذكر هذه المباراه وتاهل للدور النهائي. لكن طبعا النادي الاهلي بهذه النتيجه تعدى كل هذه الانديه وفاز امبارح 6-2 في الدور قبل النهائي، وبنتيجه اللقاءين 7-3 حاجه مميزه النادي الاهلي. عايز اكمل لكم بعض الارقام عن هذه المباراه. الاهلي ب 7-4 انا اسف، الاهلي بيحقق فوز الثالث افريقيا على النجم الساحلي، معلول بيسجل ثاني اهدافه الافريقيه مع الاهلي، ايضا ازارو حاليا بقى الهداف التاريخي للاهلي امام النجم بعد وليد سليمان، بعد الهاتريك طبعا اللي قدمه وليد سليمان بيبقى وراه بهدفين. ايضا الاهلي يصل للمباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال 11 مره، حتى الان النادي الاهلي بيوصل للمباراه النهائيه 11 مره، قبل كده كنا 10 خدنا 8 اخفقنا في مرتين، ان شاء الله ال 11 نبقى وصلنا نكسب نبقى 9 اخفقنا في مرتين زي ما كنا، لكن طبعا ان شاء الله الاخفاق ده ما بيبقاش دايما. النادي الاهلي وصوله للنهائي بيبقى صعب جدا التفريط في النهائي. ايضا الاهلي يصل للهدف رقم 13 في تاريخ مواجهاته مع النجم الساحلي بعد هذه السداسيه، ايضا النجم يصل للهدف رقم 9 في شباك النادي الاهلي. الاهلي يحقق اكبر فوز في تاريخ مباراته مع النجم واكبر فوز له في دور النصف النهائي زي ما قلت لحضراتكم. ايضا يحقق الاهلي فوزه 11 من اصل 14 مباراه للدور نصف النهائي، حيث اخفق الاهلي فيه 3 مرات فقط في تجاوز هذا الدور. البدري يقود الاهلي نهائي افريقيا ان شاء الله للمره الثانيه، وكل التوفيق لكابتن حسام البدري طبعا واختياراته في المباراه القادمه، مباراه صعبه امام الوداد. طبعا هو كان معانا في المجموعه، هو كان اول المجموعه، عشان كده النهائي هيكون في المغرب او المباراه الثانيه هيكون في المغرب، ولكن الوضع بالنسبه للفريق مش مستحيل. احنا بالنسبه لنا خلاص كل الفرق بقت تخاف مننا، يعني طبعا النتيجه بتاعت امبارح ممكن تطمن بعض الناس ولكن تخوف برضه، ان انت الناحيه الثانيه هتبتدي يعمل حسابك قوي قوي قوي، لان انت اولا اسمك النادي الاهلي، اكتر الانديه حصولا على هذه البطوله في القاره الافريقيه، زائد كمان انت كسبان فريق يعتبر من الفرق القويه في القاره الافريقيه والنجم الساحلي بهذا العدد من الاهداف في الدور قبل النهائي، فبالتالي الاستعداد بالنسبه لك هيبقى قوي. ولكن زي ما بنقول النادي الاهلي اوعى ابدا تحس ان هو ضعيف، هو اتغلب في ماتش هناك ان هو هيجي ممكن هنا ما يتغلب، عمر ما النادي الاهلي كده، دائما النادي الاهلي قوته ان هو بيرجع بسرعه، بيرجع من خلال تكاتف اللعيبه والجهاز الفني والجمهور والمجلس ادارته، كله بيتكاتف، كل ما محب النادي الاهلي بيتكاتفه عشان يوصلوه لان هو يبقى دايما في المقدمه. عشان كده دايما بيقول الاهلي فوق الجميع دايما، ده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن احنا نتمنى ان شاء الله بقى في المباراه القادمه هو الحضور الكثيف لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله يصل ل 70 واكثر من خلال تواجد الجماهير وطلب النادي الاهلي ان حضور 70,000 متفرج في المباراه القادمه، ده نتمناه. ايضا بنفس الاسلوب بنفس الدخول نفس الاستمتاع بالمباراه من خلال مؤازرة اللاعبين ومؤازرة الجهاز الفني، الجهاز الفني طبعا واللاعبين، ده اللي احنا نتمناه. يمكن كنا بنتكلم مع ظابط المعاطي على جزئيه الكلام كان على اللاعبين، زي ما بقول لكم كده كلام ان ممكن يبقى لعيب يفرط مثلا في ماتش عشان بعض الامور الخاصه اللي مش عايز اذكر اسمها، سواء بقى ماديه او انتخابيه او او او، دي حاجه طبعا كانت مضحكه جدا. طبعا بعض الاعلاميين ناقشوها بشكل ما، ولكن انا عايز اقول لكم احنا كلاعيبه نادي اهلي لما زي ما كنت بكلم مع ظابط المعاطي بنبقى موجودين عندنا قيم واخلاق تربينا عليها، لا يمكن ابدا ان انا انزل في ماتش والاقي حتى لعيب متخاذل جنبي، لو انا في نادي تاني بقى خلاص
انا مشيت من النادي الاهلي ورحت نادي تاني، بلاقي لعيب مثلا مش مركز، مش متخاذل، مش عايز يلعب، تعبان، انا من كتر ما انا اتعلمت الموضوع ده وانا في ناديه افضل انا ازق فيه، يلا فوق شد حيلك. انا هعمل كده في ناديه في النادي الاهلي؟ دي حاجه الصراحه وانت بتقول الحوار وتفبركه ما فهمتش احنا اتربينا ازاي، ما فهمتش احنا اتعاملنا ازاي داخل النادي ده، وتعلمنا ايه جوه النادي ده، تعلمنا يعني ايه بطوله من واحنا عندنا 12 سنه ولا 9 سنين لازم ناخد بطوله، ما تعلمتش يعني ايه ماتش يعدي واحنا ما نكسبهوش، ماتش يعدي واحنا متعادلين مش هننزل من البيت اصلا، كل ده ما جاش في دماغك على مدار السنين دي كلها؟ على مدار السنين كلها واحنا بنكسب وقاعدين لغايه اخر دقيقه عارفين ان احنا هنكسب وجمهورنا ده عارف ان هو هيكسب، ازاي انت بتفكر في حاجه زي كده؟ لا يعني فعلا حاجه احنا ما كناش نتمنى ان احنا نسمعها من اي حد اصلا، عارف النادي الاهلي وقيمه واخلاقه واخلاق لعيبته واخلاق يعني كل اللي ما تربى فيه من اول ما طبعا العمال لحد طبعا رئيس النادي، كل ده انت ما خطرش في بالك تماما، ولكن طبعا لازم كنا مثلا نقول الجزئيه دي، لازم كنا نلقي الضوء عليها لان طبعا ما كانتش حاجه نتكلم عليها قبل مباراه مهمه زي كده، ولكن كل التوفيق ان شاء الله بقى لفريقنا المباراه القادمه. وكنت بقول لكم على الجزء الفني هتكلم، كنت عايز اتكلم عليه طبعا في الانترو، لكن هيكون معايا نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد كشري، هقدر اتكلم عليه بقى باستفاضه اكتر لان طبعا حاجات كتير يعني حصلت في المباراه فعلا كانت مميزه، احنا استغلينا كل سنتي في الملعب عشان نستفاد بيه في هذه المباراه واحراز الست اهداف. بعد الفاصل هيكون معايا كابتن احمد كشري كلام فني عن هذه المباراه، مباراه النجم، وايضا عن مباراه الوداد ان شاء الله اللي هتكون في نهائي افريقيا يوم الاحد القادم.